مناسك الغرابية. تأسفت وأنا سمعت ابناء الشعب الليبي وهم يخطبون اليوم في ذكر معركة الغرابية في سرت حيث وقعت معركة الغرابية، وهم يتوعدون إيطاليا بنقل الحرب إلى إيطاليا. أصبحت الحرب مفتوحة، قالوا بيننا وبين إيطاليا، تقصف تقتل في ابنائنا عام 1911 وعام 2011. إذن الليبيين عندهم الحق فيما قالوه اليوم في ذكرى القرضبية، وأنا لا أستطيع أن نضع فيتو على الليبيين. هم أحرار في الدفاع عن نفسهم وفي نقل المعركة إلى أرض العدو إذا قرروا الليبيون ذلك. وإذا عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا ما قاله الليبيون اليوم في سرت وأنا أسمعهم في المذياع. يصفني جدا أنهم بدل ما يثنون على العلاقات الجديدة والطيبة بين الشعبين يتوعدون بالرد على إيطاليا والانتقام من إيطاليا. شباب متحمس، طائرات الإيطالية يراها اليوم تقصف ربما مدينة سرت كما كانت بالضبط عام 1911. بأي ذنب احتلت إيطاليا ليبيا واعتدت عليها عام 1911؟ اتضح بقرار الطليان أنه خطأ والشعب الليبي بري وليبي برية وأنهم أساءوا ودمروا وبهدلوا وشنقوا وقتلوا وعذبوا واعتذروا وقالوا هذا لن يتكرر. كيف يتكرر اليوم؟ نفس الأسلوب. هل 1911 كان لحماية المدنيين؟ لا نملك نحن إلا الأسف والتحصر الحقيقة والألم على الصداقة اللي ضاعت بيننا وعلى العلاقات الاقتصادية والمادية المفيدة للشعبين اللي دمروها. ولا نملك إلا الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من الميثاق الأمم المتحدة. عندنا حق الدفاع عن النفس. يا صديقي ميدفيديف رئيس روسيا وصديقي بوتين وصديقي رئيس الصين ورئيس وزراء الهند وصديقتي رئيس البرازيل وأخوتي وأشقائي زوما وعلي بونغو وغودلك نيجيريا وصديقي رئيس وزراء البرتغال سقراط، هل روسيا والصين والهند والبرازيل جنوب أفريقيا والنيجيريا والغابون والبرتغال وبقية دول أعضاء مجلس الأمن، هل يا أصدقائي هل قررتم أنتم في مجلس الأمن في القرار 1973 قررتم القصف الجوي على الشعب الليبي؟ إذا لم تقرروا هذا، إذا من أعطى الحق لحلف الأطلسي أن يقوم استنادا على هذا القرار بتدمير ليبيا بالصواريخ وبالطائرات؟ 40 يوم الآن وهم يدكون البنية التحتية في ليبيا.
هل القرار الذي اصدر الذي صدر من مجلس الامن رقم 1973 رغم عدم اختصاص مجلس الامن بهذه القضيه اطلاقا، لان هذا شان داخلي لا يخص مجلس الامن اطلاقا، هل قررتم حصار بحري على ليبيا؟ الان في حصار بحري. هل قررتم حظر نفطي على ليبيا؟ هل قررتم الاغتيال السياسي وضرب مقر القذافي، مكتب القذافي مثلا، اللي يقولون مكتب القذافي اللي نستقبل فيكم فيه، هل هذا من ضمن القرار 73 الاغتيال وتدمير المباني الإدارية؟ هل هذه حماية المدنيين؟ تدمير البنية التحتية التي مثل ما قال صديقي بوتين اللي بنتها اجيال ليبية طوبة طوبة، كيف تجون انتم تدمروها؟ هل قررتم حظر جوي شامل على ليبيا؟ ام حظر جوي في منطقة محدودة؟ الان حظر جوي شامل على ليبيا كلها. وهل الحظر الجوي على ليبيا فقط والا ان ممنوع الطيران في هذه المنطقه؟ لا اطلسي ولا ليبي ولا غيره. هذا الحظر الجوي لا هم يدخلوه ولا احنا ندخلوه. كيف حظر جوي على الـ على الـ على ليبيا وهم يقصوا بطيران في نفس المنطقه اللي قالوا على حظر جوي؟ أنا أكلم في أصدقائي في مجلس الأمن، ونكلم في العالم إذا كان عنده ضمير. هل قررتم تجويع الليبيين وإيقاف الإمدادات والسلع التي تأتي من الخارج، الوقود وأي سلع أخرى؟ هل قررتم هذا؟ تجويع الشعب الليبي قررتوه؟ هل قررتم ان مباح ان يسقطوا ضحايا يوميا عسكريين ومدنيين؟ ام قررتم انتم حظر جوي فقط؟ راجعوا قرار مجلس الامن وراجعوا ما يجري الان وتحمل مسؤوليتكم التاريخية تجاه القانون الدولي وتجاه الأمم المتحدة تجاه شعوب العالم. هل الحظر الجوي يعني تدمير كل شيء على الأرض؟ هل يعني الحظر الجوي قتل الليبيين يوميا؟ هل الحظر الجوي يعني تدمير البنية التحتية والمواصلات والاتصالات الهاتفية، وان المريض ما يقدرش يتصل بالمستشفى يطلب الطبيب والا يطلب سياره الاسعاف، لان النقال الموبايل ما يشتغلش لان الهوائيات ضربوها والناس ما عادت تتصل ببعضها، حتى المرور يقول في حادث في هذا الطريق ما يقدرش يتصل بالمستشفى، الناس ما عادت تتصل ببعضها وتستفسر عن احوالها ولا تشتغل لان الموبايل تعطل بضرب البنية التحتية للاتصالات. هل قررت هذا؟ هل هذا حماية المدنيين؟ الحظر الجوي يعني منع الطيران في المنطقة المحظورة على الجميع. وهل القصف 40 يوم لعند الآن بالصواريخ وبالطائرات وتدمير كل شيء، هل هذا لحماية المدنيين أم لتدمير دولة نامية مطلوب منحها من التقدم، مطلوب تدمير كل ما بنته؟ أنا سمعت صديقي بوتين يقول
من أعطى لهؤلاء الحق أن يضربوا مقر القذافي؟ نحن لم نقرر هذا. وقال صديقي زوما وصديقي بوتين قالوا قرار مجلس الأمن 1973 لا يسمح بالقصف الجوي ولا باستخدام القوة ولا بقتل الليبيين مدنيين أو عسكريين ولا باغتيال القذافي مثلا. قالوا اللي يجري الآن مخالف للقرار 73 وهم يستندون على هذا القرار في العملية الوحشية اللي قايمين بها الآن. ما دام أنتم اعترفتم بهذا أنكم لم تقرروا هذا ولم يكن في مخيلتكم أن يكون التطبيق بهذا الشكل الهامجي، إذن لابد من عقد جلسة. أنكم تعقدوا أنتم أعضاء مجلس الأمن، عقدوا جلسة لمراجعة هذا القرار ولمراجعة العملية البربرية التي يتعرض لها شعب صغير وهو الشعب الليبي ودولة صغيرة نامية وهي الدولة الليبية. النقطة الأخرى أنهم يتكلمون عن إيقاف إطلاق النار. نحن أول من يرحب بإيقاف إطلاق النار، ونحن أول من وافق على إيقاف إطلاق النار، نحن الليبيين. لكن هل وقف الهجوم الجوي الصليبي الأطلسي لم يتوقف؟ من يوقفه؟ هل الزنادقة تبع القاعدة يؤمنون بإيقاف إطلاق النار أو يؤمنون بالقانون الدولي أو يخضعون لأي مقاييس أو قواعد؟ أبدا. أنتم تعرفوهم في أفغانستان وفي باكستان وفي وادي صوت والله شو اسمه، وتعرفوهم في الجزائر، والجزائر تعرفهم في بلادها من كم سنة الجيش الجزائري يقاتل فيهم، وتعرفون في الصومال، تعرفون أن هذه الجماعات الإرهابية ليس لها ميثاق ولا عهد ولا تعترف بكل هذه الأشياء، القانون الدولي ما القانون الدولي، ما إيقاف إطلاق النار، ما الهدنة، ما المحادثات، ما المفاوضات، ما الحوار، هذا لا يؤمنون به، ولا يؤمنون بالديمقراطية، يعتبرونه كفر. زين، ليبيا ترحب بإيقاف إطلاق النار وأعلنت موافقتها كم مرة على إيقاف إطلاق النار ومستعدة حتى هذه اللحظة أن تقبل بإيقاف إطلاق النار من طرفها، لكن لا يمكن يتحقق إطلاق النار من طرف واحد. انت حداكم تضمنوا الجماعات المتطرفة تبع القاعدة ان هي تلتزم بإيقاف إطلاق النار؟ تعالوا بمجلس الأمن بالأمم المتحدة كلها بكل إمكانياتكم بالأطلسي كله، تعالوا وقفوهم اللي كانوا تضربوهم بطيرانكم مثل ما تضربوا فينا احنا الآن بطيرانكم. وبعدين إيقاف إطلاق النار بين من ومن؟ بالنسبة للزنادقة الإرهابيين قلنا عليهم لا يؤمنون بهذه الأشياء ولا يمكن تتفق أنت وياهم على أي شيء. يا ريت يقبل بإيقاف إطلاق النار. بالنسبة لنا احنا الليبيين لا نقاتل بعضنا. نحن سمعت اعترافات الشباب كيف ندمين، كيف تم التغرير بهم، وكيف أجبروا من طرف الإرهابيين على حمل السلاح.